النبي يا جماعه، يعني يا سمير ولا يا جزار، ما يعني انت كده بتتعبني اكتر. اعتبروا ان حسين الشحات مش مصدق ان هي ما اتحسبتش. بص حضرتك، ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ تخيلوا حضراتكم ان دي لم تحتسب ضربه جزاء. الحكم الخامس فين؟ هو هنا مش باين في الكادر ده. ها، وانا اعتقد ان هو حتى ده لو على اللاين مان هناك هيشوف الكوره، يعني لو اللاين مان هناك واقف الناحيه الثانيه هيشوف الكوره دي وهيشوف ان هي ضربه جزاء. فكابتن جهاد جريشه يعني فلتقل خيرا او لتصمت، فلتقل خيرا او لتصمت، لانه معلش يا جماعه انا بعتذر، معلش خرجت الاهلي من بطوله كاس مصر. هو الكابتن جهاد قال يعني قال ايه؟ قال لك انا اخطات، قال لك انا اخطات، انا بعتذر ان انا اخطات، بس الحكم ودي كوره ثانيه برضو جت في ايد لاعب من لاعبي نادي بيراميدز وما اتحسبتش. والحكم الخامس من بنها، او يعني مش واخد باله، ما اقدرش اقول غير كده. الحقيقه ده اللي اتعلمناه، ان احنا ممكن اقول دهشه، تساؤل، كذا كذا، لكن ما اقدرش اقول ان الناس دي متعمده تخسر النادي الاهلي وتخرجه من بطوله كاس مصر. ما اقدرش، الكلمه دي ما اقدرش اقولها. يعني ممكن يكون مش واخد باله، اي حاجه تانية ممكن. انا ما دخلتش جوه نوايا الناس يعني عشان اعرف ايه اللي بيحصل. الناس بتقول لي، او يعني هتسالوا حضراتكم، احنا ليه بنقول الكلام ده دلوقتي؟ وهفضل اقوله لغايه لما الدوري يبدا، وهفضل اقول الكلام ده كل يوم لغايه لما الدوري يبدا، عشان انا كل اللي انا عايزه بالمناسبه يكسب الدوري اللي يكسبه، ويكسب الكاس اللي يكسبه، ويكسب بطوله افريقيا، او خلينا نتكلم على بطوله افريقيا بعدين، ويكسب البطولات المحليه. اللي يكسب النادي الاهلي يعني مليان، ولسه، ونتمنى ان احنا ناخد كل البطولات، ولكن كل اللي احنا بنطلبه التحكيم العادل فقط، بس مش عايزين حاجه تانية. لكن نفضل نقول نفس الكلام ونعيد في نفس الكلام، وهو نفس الكلام. وانا قلت لكم ايه من كام يوم؟ قلت لكم بعد ما الكابتن سمير عثمان تمت او خرج من رئاسه لجنه التحكيم، واصبح الكابتن جمال الغندور